سجلتها بحياتي كانت يا مسافر وحدك، ووحدي طلعت بالطيارة وسافرت على أمريكا ولحقت حلمي هناك. بعد سنين الشغل والتعب اكتشفت إنه حلمي فيه يتحقق ببلادي وبين أهلي. وحدي طلعت بالطيارة وجيت شاركت باختبارات أرب آيدل. شوف الزهور وبتعلي أصوات اللي قاعدة تغني مخيفة. أكيد ومن هناك أخذتني الطيارة على بيروت عشان كفي هالمشوار اللي لساته مبلش. أنت رح تتأهل لهذا المرحلة. الله يخلي لي إياك. لأوصل لآخر المشوار أنا بحاجة لدعمكم وتصويتكم على رقم 2. أنا أمير دندن من فلسطين.